فارجع مره اخرى الان بالنسبه الى قانون دارسي، عندنا دلتا بي مثل ما تلاحظون، دلتا بي از فانكشن اوف كروس سكشن اريا اوف فلو. الان لما يوصل مائع المكمن للبئر راح تكون مساحه الجريان، الكروس سكشن اريا اوف فلو هي عباره عن محيط جدار البئر اللي هو من هو 2 باي ار دبليو تايمز اتش بالارتفاع. فاذا الار دبليو راح يكون عامل مؤثر في حساب قيمه دلتا بي. زين اذا عندنا سكن فاكتور وكانه راح يصير ار دبليو اصغر من ار دبليو الحقيقي، هذا هو افتراض فيرتشوال مو حقيقي، لكن احنا نفترض انه جدار، نفترض انه نصف قطر البئر راح يكون وكانه نصف قطر صغير. اذا كان نصف القطر صغير دلتا بي راح يكون كبير، واذا كان عندنا ستيميوليشن راح يكون نصف القطر وكانه نصف قطر كبير اكبر من الحقيقي ويكون دلتا بي اقل. هذه المعادله هي ايش تعطينا؟ تعطينا نصف القطر غير الحقيقي، نصف القطر الوهمي بدلاله السكن فاكتور. هذا هو نصف القطر الحقيقي وهذا هو السكن فاكتور. شفت عيني؟ هذا هو اللي نخليه وين؟ نخليه بهاي المعادله نحسب من خلاله دلتا بي سكن. هذه ثلاث طرق نستخدمها في حساب دلتا بي سكن. واضحه شباب لو مو واضحه؟ واضحه هاي دكتور؟ بس هاي بيها حدا يستعمل هذا القانون يعني تطبق به هاي المعادله؟ هي الفك اي واحد من هذول القوانين يعطيك نفس الشيء، كل يعطي لك نفس القيمه. كيف اي واحد يعجبك شوف انت بالويرتس اناليسيس، اسمعني بالويرتس اناليسيس عندك اساسا انت راح تحسب سكن فاكتور، انت اساسا راح تحسب سكن فاكتور بس. فتقدر تقول انت حسبت السكن فاكتور، تقدر تقول دلتا بي اس يساوي 0.869 السلوب تايمز سكن فاكتور. دان ما تريد تستخدم هاي المعادله، تعال هاي المعادله دلتا بي 0.86 كي ماينس كي اس على كي اس لين ار اس ار دبليو. اذا عندك بيانات على كي اس من المختبر انت بعد ما تحتاج شيء اخر، يعني عندك كي حسبتها من الويلتس اناليسيس وكي اس اساسا انطوك اياها من المختبر، لكن ايش تحتاج؟ تحتاج نصف قطر المنطقه المتضرره. اذا ابو المختبر ايضا يقدر يعطيك اياها، بالتالي تقدر تستخدم هاي المعادله ايضا. عرفت شلون؟ اذا ما عندك هاي البيانات وما تريد تشتغل على الويلتس اناليسيس، ممكن تجي تشتغل على هاي المعادله. فانت بكيفك، انت بكيفك. هي يعني مو وين استخدم هاي وين استخدم هذه، لا. انا ممكن اسالك اقول لك مثلا عندك سكن فاكتور قيمته 3 وعندك الويلبور راديوس 0.5، ممكن تعطيني فكره عن الـ الفيرتشوال ويلبور اللي هو عاده نسميه effective wellbore radius اللي هو R W dash، apparent wellbore radius اللي هو R W dash. ممكن تعطيني فكرة عن ال apparent wellbore radius لكن الوقت تستخدم هاي المعادلة. واضحة؟ صار واضح دكتور، شكرا جزيلا. هسه أكمل أنا أروح لهاي شسمة للبقية حتى نكمل هذا المثال. نعم دكتور واضح. نكمل هذا لأن هو أهم شيء المثال، هو سيوضح لك كل شيء. هذا المثال اللي راح نحله وراح يوضح لنا كل هاي الأمور. احنا وين دكتور فدوى ذني الامثله الاكسلات حاول تدز لنا ياهن يعني هو هذا مثلا اي مثال تحله حاول تدز لنا يا دكتور. نزلت على التليجرام، نزلت على التليجرام مو القديمات دكتور، هذا الجديد مثلا راح تحله. اي طبعا اي شيء تحله راح يجيك مع التليجرام نفس الاسبوع. ممنون دكتور. هسه راح نجي قبل ما نروح للمثال الويلبور ستور. انا حكيت لكم سابقا عن الويلبور ستور، قلت لكم الويلبور ستور شيء مثل يمثل تايم ديلي بين اللحظه اللي نفتح بها البئر للانتاج واللحظه اللي تبدا بها الطبقه المكمنيه تنتج. وهذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على حجم الويلبور نفسه مو فقط بالانتاج. هسه انت لما عندك شاتن وير لما تغلق البئر الطبقه المكمنيه راح تستمر بالانتاج. عرفت شلون؟ لان السيجنال ما وصلتها، تاخذ وقت السيجنال حتى تنتقل من السطح يعني من فوق الى ان توصل للطبقه المكمنيه. زين اذا عندك
إذا عندك very very deep wells لما نحكي على 15,000 قدم، ما هذا تحتاج وقت لإشارة حتى تنتقل من السطح في الطبقة المسفلية. العامل اللي يعكس هذا الديلي بالزمن بين الإشارة على السطح والإشارة اللي توصل للطبقة المكمنية، هذا إحنا نسميه الـ well bore storage effect. ويمكن أنا شرحت لكم شلون قبل 70 سنة انحلت المشكلة لما بدينا ننزل البريشر جيتس، ننزلها داخل البئر للأسفل، وقلنا الحمد لله انحلت المشكلة. بعدين ظهرت عندنا الـ horizontal well technology، هسه شلون ننزلنا بالـ horizontal well، وهم انحلت بما يعرف بالـ smart oil field technology، وبعدين طلع عندنا الفراكتورز وهم ما انحلت، وهكذا. فمشكلة الويلبور ستورج مشكلة قائمة موجودة قائمة. شو تمثل؟ تمثل فترة الانتاج الأولى early production time very early production time. The pressure records is controlled by whirlpool storage effect. The pressure record هذه اللي موجودة at early production time, the pressure record do not represent the pressure behavior of the porous media. ليش؟ لأنه إذا كان إنتاج وإذا كان شتم، تأثير تغير الضغط هنا مو بسبب الطبقة المكمنية، وإنما بسبب المواعي اللي موجودة داخل ويلبور نفسه، مو بسبب الطبقة المكمنية. فلازم نعزلها. لما نحسب النفاذية لازم نعزلها. ولذلك أنا قلت لكم يفضل أنه قبل العشرة نكون حذرين وياه. لما نريد نحسب نطلع الانفينيت اكشن لاين ستريت لاين، قبل العشرة لازم نكون حذرين. يفضل ان ناخذ البيانات من العشرة وفوق، لكن لا بأس اذا الخط المستقيم مالتنا ايضا مر بنقاط قبل العشرة، لا بأس. يا ريت زين هاي البيانات نعوفها اللي قبل العشرة، لا ما نعوفها. شو نسوي بيها؟ هذا نستخدمها في حساب ما يعرف الويلبور ستورج افكت. ويلبور ستورج افكت شلون نحسبه؟ احنا مو قلنا بالحسابات النفاذيه، حسابات النفاذية وبحسابات السكن فاكتر ايش نرسم؟ نرسم تي versus delta B on semi log plot. good. الان لما اريد احسب الويل بور ستورج افكت شو اسوي؟ نفس البيانات تي versus delta B، بس بدل ما ارسمها semi log plot شو ارسمها؟ log log plot. واضحه شباب؟ اذا بالبدايه ترسمها semi log plot، ايش تحسب منها؟ تحسب منها النفاذية وتحسب منها الريسكن فاكتور. بعدين تعيد رسمها، ايش تحسب؟ ترسمها لوج لوج بلوت وتحسب منها الويل بور ستورج افكت. خوش، هسه شنو المعادله اللي نستخدمها لحساب الويل بور ستورج افكت؟ هذه هي المعادله شباب، هذه هي عين المعادله، هذه المعادله. شوف ايش يظهر عندك من ترسمها. المفروض يظهر عندك يونت سلوب لاين، يطلع عندك خط مستقيم ميلة واحد، هذا فقط للـ early production time. early production time يظهر عندك خط مستقيم ميلة واحد. هسه هذا الخط المستقيم مثل ما تلاحظه، هذا شوف هذا الخط المستقيم ميلة واحد. تأخذ أي نقطة من الزمن وتصعد فوق تقرأ الضغط اللي قابله ضمن الـ time interval للـ wellbore storage effect، وتروح على الخط المستقيم مو على البيانات، على الخط المستقيم مو على البيانات. الآن T والضغط راح تخليه هنا، شوف هاي TN دلتا BN تخليه هنا. Q given oil formation volume factor given 24 هذا conversion factor. Then you will be able to calculate C. شنو هو C؟ well storage coefficient اللي احنا ندور عليه. واضح واضحة شباب؟ بس هاي المعادلة ما عندنا غير، لكن لازم ترسم log log plot. لوج لوج فلوت المن، لوج لوج فلوت التي فيرسس دلتا تي، تي فيرسس دلتا تي. يا جزء ايرلي برودكشن تايم، البريشر بيهافير ات ايرلي برودكشن تايم، لازم يكون عندك شنو؟ خط مستقيم ميلس جت ميله واحد، من هذا الخط المستقيم تاخذ اي قيمه للتي، تصعد فوق تتقاطع على الخط المستقيم تقرا الضغط، عندك تي والضغط تستخدمهم بهاي المعادله هنا تحسب قيمة الويلبور ستورج. الآن لما ترجع أما من اللوج لوج بلوت هنا أو من السيماي لوج بلوت، من الممكن جرافيكلي تحدد
الوقت اللي ينتهي به الـ Wellbore Storage Exception. وفي نفس الوقت تقدر تحدد الوقت اللي يبدي به الـ Infinite Action Life. واضح؟ ليش؟ لأن الـ Infinite Action Life راح يظهر عندك خط مستقيم بس مو واحد هنا يشرح هذا. الـ Deviation عن الـ Data Point هذا راح يعطيك شنو؟ يعطيك الـ Starting Time of Infinite Action Life. الستارت تايم اوف انفنت اكشن لاين هذا من السماي لوج فلوت، في ماخذ هذا من السماي لوج فلوت مو من اللوج لوج فلوت، ممكن تاخذه من اللوج لوج فلوت، ممكن تاخذه من السماي لوج فلوت. ليش؟ هذه هي النقطه، نقطه الحيود عن الخط المستقيم. هذا الزمن ممكن ينحسب ايضا رياضيا بهاي المعادله او بهاي المعادله، فانت ممكن تحسبه جرافيكلي وممكن تحسب اناليتيكلي، بس شو تريد طبعا؟ تريد تعرف ايش قد النفاذيه، والنفاذيه تحسبها قبل، وتريد تعرف ايش قد سي، والسي تحسبها ايضا. هذا شو يسمونه؟ الستارتنج تايم اوف انفينيت اكشن لاين. الستارتنج تايم اوف انفينيت اكشن لاين. من هو الانفينيت اكشن لاين؟ الخط المستقيم اللي نستخدمه في شنو؟ في حساب النفاذيه. شو وقت بدا بالضبط؟ هسه تشوفونه بين الواحد والعشره. بين الواحد والعشره. دائما بين الواحد والعشرة، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بين الواحد والعشرة. واضحة هسه لحد الآن؟ أنا على شنو أحكي شباب؟ واضحة؟ واضحة شباب؟ واضحة؟ أروح للنقطة الأخرى شباب؟ معيني؟ ما أوكي دكتور، واضح. خوش هسه خلونا نقول يس نعم اسال. معادلات تدني اللي بصفحه 66 معادله رقم 1 4 اي بوينت 24 اي، شنو الفرق بين المعادلتين؟ هذه يعني ثوابت هنا اختلاف البيئه، لا اللي جواها هذه غير. نعم دكتور، هي اعتقد نفس ان الفوق. لا اسامه من تضرب تلقاها نفسها. دخل عيني، دخل هذا المقدار على 60 وهذا في هذا يا عيني. شوف بنفس الشيء عين، مجرد انه 3388 دخل على 60 ودخل على 3.5. واضحه؟ نفس الشيء. كيفك انت؟ يا هل تستخدمه استخدمه. وهذا بالمناسبه هذا منين جايه شباب؟ هاي منين جايه؟ هاي جايه من هذه المعادله تي دي اس اي ال dimensionless time of what? Of the starting time of infinite action line. It has been found that the dimensionless starting time of infinite action line is given by 60 plus 3.5 s times t c sub d. الان td dimensionless time احنا نعرف المعادله مال td ونعرف المعادله مال cd dimensionless Wellbore Storage، راح نرجعها من dimensionless time الى real time. بنشوف هذا ريال تايم. هذه هي خلينا هنا. وهذا السي دي، هذا السي دي مالك بنشوف انا. ورجعنا خلينا هاي المعادله طعنا هاي. نو مور. ابد كل شيء ما في. شرحنا وخلنا ناخذ مثال، هذا المثال يعني كلش مهم. هذا مثال هو تطبيق للحالات اللي مرت علينا وشلون نحسب وشلون نشتغل. هذه راح اخذ اني بالشوف هذا مثال شباب، مثال 1 4 1 4 1. خوش 1 4 1. خل اشوف اذا موجود عندي، يا ريت حتى يوفر لنا وقت والله. اذا موجود عندي، نعم موجود عندي 1 4 1. راح اسوي شير مباشره له شباب. 1 4 1. بس اعطوني يعني تبهولي يعني شوفوا ايش اسوي، واللي يريد يشتغل وياي يا ريت والله، اللي يريد يشتغل يعني الان يطلع اكسل شيت قدامه ويشتغل وياي يا ريت، واللي ما عنده ويريد ينتبه لي وبعدين ما مشكله.
شباب هسه تشوفوا هذا الاكسل شيت، تشوفوا عيني قدامكم. تمام دكتور، شيل هاي الرسومات لان ما عاد في، احنا نبدا من جديد، من جده وجديده نبدا. بعد نشيل هاي الرسومات كلها شلناها بعد ما عدنا شيء. هاي المعادلات الريل، بس خلينا نشيل الارقام حتى نرجع لها بعدين، يعني احنا نطلع ارقام. هسه ايش عندنا؟ عندنا هذا، نشوف هذا ما موجود، خلي اوخره حتى ايش عندنا؟ عندنا هذه، يعني انت بعد يومين ثلاثه مكتبك انت راح تشتغل ويل كيس. انا بس قاعد بمكتبك، يجيك الفريق الفني اللي يشتغل وياك، دزيتهم قلت لهم روحوا سووا لي اختبار ضغط لاحد الابار على طبقه مكمنيه، تريد تعرف خصائصها، تعرف ايش قد النفاذيه مالته، ايش قد الاسكيب فاكتور، اذا عندك ويل بور ستورج ايش قد. فورا يومين ثلاثه قالوا لك استاذ هذه تسجيلات الضغط مع الوقت، هذه تسجيلات الضغط مع الوقت، هذه تشوفوها، هذه اخذوها لغايه شنو؟ حوالي اربع ايام 100 ساعه، اربع ايام تقريبا 96 ساعه زائد اربعه، اربع ايام واربع ساعات سجلوا الزمن والضغط. خوش حطوك اياها وانت قاعد بمكتب. طبعا انت تعرف الطبقه المكمنيه، بتعرف مثلا ضغطها انشر ريزرفر بريشر ايش قد، البوروسيتي تعرفها، الاويل فورميشن فوليوم فاكتور تعرفها، طبعا البئر انت تعرف ايش قد الار دبليو مالته، هاي بالانج وهاي بالفت، الفورميشن ثيكنس انت ايضا تعرف ايش قد، خصائص المائع الكرود اويل تعرف ايش قد الفيسكوزيتي، وتعرف الكومبرسابيلتي. سالتهم قلت لهم يابا من جاب لك اياها يابا شكرا، ايش قد استخدمت فلوري؟ قالوا لك الفلوري ثبتناها خلال الاربع ايام والاربع ساعات على 475 اس تي بي بير داي، 475 اس تي بي بير داي. هسه هذا واضحه، هاي الامور كلها قدامك صارت واضحه، تمام؟ هسه انت تبدا تشتغل. اول شيء تسوي مثل ما قلنا لكم، عندك هنا البريشر، واحنا ما نريد نشتغل البريشر، نشتغل ويا من دي بي دبليو اف مع البريشر دروب، مو البريشر ده الكابي. دكتور ممكن مطلب السؤال تعرض لنا اياه او تخليه؟ اي عيني، شنو النفاذيه؟ وشنو السكن فاكتور؟ شنو الويل بور ستورج؟ شنو البرودكتيفيتي اندكس ايديال؟ البرودكتيفيتي اندكس اكتوال؟ الفلو افشنسي والفورميشن دامج؟ هذن المطالب كلهن ذن كلهن. تمام، من تجي المطالب انت راح تعرف شنو الاشياء اللي رايدين. انت ايش قد ما بدك تطلع بيانات تطلع، هذه هو اسمه ويلث تيست اناليسيس، as much as you could predict the characteristics as much as you will be very happy. قد ما تقدر تطلع بيانات معلومات قد ما انت راح تكون سعيد طبعا اكيد، لان انت تريد تعرف. فجيت اول شيء حساب الدلتا بي دبليو اف انيشال ريزرفر بريشر، هذا ثابت ما يتغير، فتخلي له دوس على F4 ماينس الضغط عند كل تايم انترفل، خلاص انتهى منه، صار عندك العمود الثاني. الان تروح ترسم، ايش ترسم؟ ترسم تي فيرسز دلتا بي دبليو اف، تي فيرسز وات دلتا بي دبليو اف. خلينا ناخذ هذه المعادله عيني، فاجي اقول سلكت حتى تشوف سلكت داتا، تروح للثاني اللي هو اكس اكسس اللي هو من هو تي، تاخذه اول ذا واي داون لل 100، وبعدين تجي تروح للدي دبليو، هذا اللي هو هذا اللي تشوفه عيني، تاخذه بالكامل. اوكي هسه انت كملنا احنا الثاني هذا الشكل. اول رسم نرسمه هو السيماي لوج بلوت، اول رسم نرسم سيماي لوج بلوت المان للتي، هذا التي راح ارسمه سيماي لوج، راح احول المان الى كارتيشن بلوت لوغاريتمك سكيل. سي هسه حولته الى لوغاريتمك سكيل، خلي بعد ارتب اقول هذه ما يبدا بالصفر، يبدا بسم فاليو لايك 0.01، تعالوا تعالوا ورا احنا هسه اوكي، هسه صار عندي هذا الرسم. تشوفون عين هذا الرسم هسه سويته خوش، خلي اكبر هذا حتى يكون واضح لكم.
آه اللي هو هذا الزمن في، وهذا هو دلتا بي. هسه أنا إذا أريد أشتغل، أشتغل وين؟ أشتغل على هذه العشرة، أشتغل على الجزء اللي بعد العشرة، أبتعد عن قبل العشرة بسبب الويلبور ستوري. فراح أجي أقول أنسر شباب بوعني، أجي أطلع خط مستقيم وأمشي على البيانات اللي بعد العشرة. آها بشوف شباب شون درس ماني عيني، بشوفون شون درس ماني. وهذا مثلا خلنا أكبر لك إياه، أسوي فورمات للأوبجكت، أخليه مثلا لون أحمر وأكبره شوية حتى تشوفونه بوضوح. وهذه خلنا هم أكبرها حتى تشوفوها بشكل واضح من عيني. آها هسه صار واضح شباب، هذا خطنا المستقيم. الآن شريد أريد أطلع الميل. الميل شو يساوي لنا بين المية والعشرة؟ عند المية جد عندي 450، خلي أخلي الجريدز، الجريد لاين مال البرايمري. أها شوف هسه المية تقريبا جد عندنا يا غاتي، عندنا 400 450 460. إذن 460 ناقص عند العشرة تقريباً 440. هذا الاسلوب، واضح الاسلوب وشلون ينحسب شباب؟ مهم جداً الاسلوب ينحسب بشكل دقيق. هسه ايش أريد؟ من حسبت الاسلوب تريد نحسب؟ أريد نحسب النفاذية بيا معادلة بهاي المعادلة. شو تساوي النفاذية؟ 162.6 × μ × μ oil formation volume factor divided by what m your slope times what times formation thickness. هذه هي النفاذية، 356 ملي دارسي، 356 ملي دارسي. شباب واضح شلون حسبت النفاذية؟ عيني اكو احد عنده اشكال بهذا الموضوع شلون نحسب النفاذية؟ واضح دكتور. كوش هسه ورا النفاذية عاد ايش نحسب؟ سكن فاكتور. حتى نحسب سكن فاكتور شو نريد؟ نريد دلتا دي عند الوان اور. فأجي أشوف الوان أور، وين هالوان أور؟ هذه ما هي هذا الوان أور؟ أصعد لي فوق المين؟ للخط المستقيم مو للبيانات، للخط المستقيم مو للبيانات. هذا الخط المستقيم شو يمثل؟ يمثل الانفينيت أكتن لاين. روح للخط المستقيم اللي يمثل الانفينيت أكتن لاين مو للبيانات. هسه من هذا الخط المستقيم ايش نقرأ؟ نقرأ قيمة الضغط. هسه اقرأ منا قيمة الضغط شباب، تشوفون؟ اذا قيمة دلتا بي دبليو اف وان اورز جيد 410 420، هذه قيمة دلتا بي دبليو اف وان اور. كوش هسه احسب البيمن سكن فاكتور بهاي المعادلة اللي هي شنو هي؟ 1.151 تايمز وات دلتا بي 1 اور اللي هو هذا 420 مقسوم على السلوب ماينس سلوب لوك شنو؟ لوك كي اللي هو هذا مقسوم على شنو؟ فاي اللي هي الفوروسيتي تايمز ميو فيسكوزيتي تايمز سي تي تايمز ار دبليو ار دبليو سوري ار دبليو سكوير كلوز كلوز plus 3.23 close the big parenthesis and this is your skin factor. So your skin factor is what? 18.746. هذا skin factor كلش عالي. هذا معناها الطبقة المكمنية متضررة بشكل كبير جدا. خوش؟ إذا الطبقة المكمنية متضررة بشكل كبير جدا معناها الابارنت والبور راديوس ار دبليو داش لازم يكون صغير جدا. الابارنت والبور راديوس من نحسب الار دبليو داش، قبل شوي واحد من الود قال لي وين نحتاجه؟
لازم يكون صغير جدا. ليش؟ لان عندك تضرر كبير بالطبقه المكمنيه، واحنا قلنا نفهم التضرر على اساس كنا شنو، على اساس كنا تغيير في نصف فطر البئر. كل ما كان عندك التضرر كبير كل ما كان نصف فطر البئر يبدو وكانه صغير جدا، واذا عندك تنشير نصف فطر البئر يبدو وكانه كبير جدا. زين هسه هذا السكن فاكتور. الان اقدر احسب دلتا بي اس، دلتا بي اس البريشر دروب كوز باي سكن فاكتور. احنا نعرف كي اس؟ لا ما نعرف كي اس بجد. وعليه علما نروح للمعادله الاولى دلتا بي اس اللي هي 0.869 ام تايمز اس، لان ما عندنا ايش قد كي اس ولا نعرف ايش قد ار اس حتى نستخدم المعادله الثانيه. عرفتوا؟ ولذلك احنا نروح علما للمعادله الاولى. المعادله الاولى شو تقول؟ 0.869 تايمز وات؟ تايمز ام تايمز وات سكن فاكتور اللي هي هاي. اذا انت تلاحظ عندي 325 بي اس اي، هذا البريشر دروب اللي تسببه السكن فاكتور، مو جريان طبيعي، لا سببه الفورميشن دم. هسه نشوف احنا ايش قد عندنا توتال بريشر دروب، هسه نشوفه ونقارنه ويا هذا. زين هسه انا اريد احسب ار دبليو داش حتى اشوف ايش قد التغيير اللي صار بال ار دبليو داش. راح احسب لك اياها هنا حتى تشوفها. ار دبليو داش، ار دبليو داش، ار دبليو داش يساوي لنا ار دبليو الحقيقي، هذا ار دبليو الحقيقي تايمز وات اكسبوننشال، سي اكسبوننشال اوكي ماينس سكن فاكتور. ماكو اصلا ما يبين، كل صغير في تشوفه وكانه ما موجود، وكانه ما موجود بئر اصلا، لان نصف القطر nothing it is nothing. هذا يعني هاي شلون نفهم السكن فاكتور؟ نفهمه بهاي الطريقه. ممكن نفهم على اساس كونه دلتا بي اس وبعدين نشوف ايش قد قيمه الفلو افشنسي، وممكن تفهم على اساس التغيير في نصف قطر البئر. طبعا هذا فيرتشوال مو حقيقي، نصف قطر الحقيقي هو 0.23. انا احكي على فيرتشوال، هذا الابارنت والبور راديوس، ذس از نوت ذا ريال والبور راديوس. اوكي اذا الان انا اجي شنو اجي احسب الان اجي احسب البرودكتيفيتي اندكس الاكتوال. هذه هي البرودكتيفيتي اندكس الاكتوال، شنو هي؟ كيو على دلتا بي. الان كيو عندي هذا، كيو عندي هذه الكيو تشوف مقسوم على دلتا بي. يا هي دلتا بي، دلتا بي تاخذها اخر دلتا بي لاخر قراءه للضغط عند الـ يعني اخر تايم انترفل، قراءه الضغط عند اخر تايم انترفل اللي هي ال100، هذه هي الدلتا بي اللي هي 461. فانت لما ورا 100 ساعه، ورا 100 ساعه البريشر دروب الحقيقي اللي صار عندك هو 461، من عندها 325 رايح لنا فورميشن دامج، 325 رايح فورميشن دامج، و 140 هي الدلتا بي كوست باي فلويد فلو، و 325 كوست باي فورميشن دامج. معناها انت الفلو افشنسي يقدر تطلع عندك 30% او قريب ال 30%. ليش؟ لانه انت عندك 325 رايح للفورميشن دامج من اصل ايش قد؟ من اصل 460، واحسبها انت وشوف، احسبها حساب عربي وشوف ايش تطلع لك. 325 من 460 هذا كله فورميشن دامج تقريبا 70%، رحم الله والديك. هسه راح نتاكدها. فهذا هذه تشوف هذه هي الجي اكتوال. الان الجي ايديال شنو هي؟ الجي ايديال الكيو ناقص هذا البريشر ونطرح من عنده دلتا بي سكن، نفس الكيو، نفس الكيو هذا تشوف على نفس دلتا بي اللي هو عند ال 100 اللي هو 461، لكن مش وخر منها، نوخر منها اللي راح للسكن فاكتور حتى نشوف الايدل على المثاليه اللي راح للسكن فاكتور منه واحد وواحد. تشوف الاكتوال 1.0304، الايدل 3.513. الان شنو الفلو افشنسي؟ الفلو افشنسي الاكتوال على الايدل. خليها بصحه. هذا شو يساوي لنا؟ هذا تشوف الاكشوال وهذا
اها اقل من 30% 29 هذا وكانه انت مستغل 30% من التوتال بوتنشال اوف يور فورميشن 70% من طاقه المكمل رايحه بسبب الفورميشن دامج و30% هي اللي تتجلى تشوف شوف مقدار الضرر اللي يصير عنده بسبب الفورميشن دامج خوش هسه تريد تحسب الدامج ريت تحسب الدامج ريت الدامج ريت شو يساوي له اسهل منها معك الدامج ريت شو يساوي له واحد على شنو على هذا اذا الدامج ريت بحدود 3.4 المكمن متضرر بما يعادل بمعنى شنو شنو معنى هذا معناها انت الان جد عندك راكما انت جد عندك الفلوريت ما هي هاي 475 الفلوريت مالتك 475 لو ما كان عندك السكن فاكتور هذا تنضرب بيه تنضرب ب 3.4 فيصير عندك انتاجك قريب ال 1600 1700 بس انت انتاجك الحقيقي قد هو 475 بسبب التضرر واضحه شباب شلون حلينا واضحه يعني واضحه دكتور العفو اي دكتور شنو الفرق بين دلتا بي دبليو اف اللي حسبتها خلال 1 اور من الميل شنو فرقها عن اللي محسوبه خلال الجدول اللي طلعناها بالبدايه هناك 233 وهنا 420 هذه بالجدول شو تمثل هاي 233 خوش سؤال هذه شو تمثل دلتا بي هنا 233 هذه وينها هذه خلنا اظل لك اياها هذه وينها هذه اللي تلاحظ عندي مو هذه هي ال 233 مو نعم دكتور لكن اللي اخذناها من هي هاي اللي اخذناها من هي هاي خوش هسه ليش اخذت هذه ها عيني ها ليش اخذت هذيك من 420 مو من 233 خوش خوش هم خوش سؤال يعني من اثنين نفس الزمن اي انا هسه مو صار لي اسبوعين ثلاثه حسن بح اقول لكم البيانات قبل العشرة شبيها قبل العشرة اور عاده شو تكون البيانات متاثره بالوال ستورج زين هذا النقطه من دكتور نعرف فيها بس احنا اخذنا خلال نفس الزمن اي صحيح عرف انه قبل العشرة ما نحسبه صح بس اخذنا احنا خلال نفس الزمن اي بس انت خب ما تاخذ من 233 ال 233 هذا ما تمثل هبوط الضغط داخل الطبقة المكمنية هذا تمثل هبوط الضغط بسبب الماء اللي موجود بالويلبور ولذلك ما المفروض تستخدمه إلا تروح إلى وحدة افتراضية إذا كان خلنا قلنا خوش هسه ما لازم هذا اسمعني خلنا قصر لك إياه حتى نفهم أنا هسه أحاول أقربها ذهنك خلنا نفترض أنه هذا ما موجود اللي هنا وتمام هذا اللي هنا هسه اريد اسالك اقول لك هذا الخط يمثل هبوط الضغط داخل الطبقه المكمنيه فعلا هو يمثل هبوط الضغط داخل الطبقه نعم يمثل هبوط الضغط داخل الطبقه المكمنيه زين الان هذا نقدر نطلع له معادله رياضيه نقدر نطلع له معادله رياضيه شو نسوي نشيل كل نشوف على كل امثله لحد العاشره شلناها تشوف الان هذا اقدر شو اسوي له هذا يمثل لي هبوط الضغط داخل الطبقة المكمنية يمثل لي هبوط الضغط داخل الطبقة المكمنية وأقدر يعني أصغره حقيقة أسوي 400 مثلا هذا شوف أنا يعني أريد أوضح لك الحالة قبل ما أروح وهذا شو أقدر الآن هذا أقدر أسوي له معادلة أدل ترين شوف أقول له لينير مثلا أو لوغاريتمك شوف يعني واقول لك اكتب لي المعادله اعطيني المعادله واعطيني الدقه هذه المعادله هسه هذا شو تعطيك تعطيك الواي شنو وعينه هذا الواي هو الضغط مو دلتا بي دلاله منه دلاله اكس شنو الزمن مو تمام هسه اذا اسالك تقدر تحسب لي الضغط لما x يساوي لنا واحد تقدر تحسب لي اياها؟ انا اقدر احسب طبعا يا اما انه هذا نمدده
شوف مددناه لهنا واصبح عندك هذا الضغط مو، او تطبق هذه المعادله تقول له والله لين اكس 1 بلس هذا لين اكس 0 راح يروح يبقى عندك الانترسبت اللي هو 402. هذا هو الضغط عندما يكون تي ايكوال تو 1. هذا الضغط شو يمثل لنا؟ يمثل لنا الاكستراكوليشن مال ضغط المكمن الى زمن يساوي لنا 1. يعني لو كان بعد 1 ساعه لو كان بعد 1 ساعه الطبقه المكمنيه بدات تنتج راح تكون قيمه الضغط 422. لو ان الطبقه المكمنيه بدات الانتاج بعد ساعه راح يكون عندك ضغط الهبوط الضغط في الطبقه المكمنيه قيمته 422. اما النقطه ذيك اللي انت تعيش عنها 233 هاي ما تمثل عندي ضغط الطبقه المكمنيه، هذا تمثل عندي الضغط داخل بسبب الانتاج من المواعي اللي متجمعه داخل الويل بورد، ولذلك انا ما اقدر استخدمها في حسابات النفاذ، ما اقدر احسبها امتداد لضغط الطبقه المكمنيه الى تي ايكوال تو 1 اور. واضحه هاي لو بعدها؟ واضحه دكتور واضحه. زين دكتور احنا في محاضرات سابقه قلنا ما ناخذ قبل العشرة ساعه. اي ولذلك احنا ما ولذلك ايش قلت ثاني؟ لا تستخدمون بيانات الداتا نفسها، لا تستخدموها، اخذوها من الخط المستقيم، لان الخط المستقيم شو يمثل؟ يمثل ضغط المكمن. عرفت شلون؟ يعني عند اي وقت ممكن اخذها؟ ها؟ على الخط المستقيم. عند اي وقت اقل من العشرة ممكن اخذها عند الخط المستقيم. اذا تريد تحسب سكن فاكتور، هو سكن فاكتور ما عنده غير سكن فاكتور، لازم تاخذها من الخط المستقيم مو من البيانات، لان البيانات لا تمثل ضغط المكمن. تاخذها من الخط المستقيم، لازم تطول الخط المستقيم وتقاطع ويا العمود اللي يجيك من وانا ورا. واضحه شباب؟ خلينا نرجع للرسم. واضحه دكتور واضح. خلينا نرجع للرسم القديم. شلون دكتور واضح؟ اها رجعنا رسمتنا القديمه. هذا هو السبب. خوش. هسه احنا وين كنا؟ كنا نريد نسوي؟ هسه ها هسه نريد الان بعد عندنا شغله وحده الويل بور ستورج. الويل بور ستورج شو نسوي حتى نحسبه؟ قلنا الويل بور ستورج لازم شو نرسم؟ لازم نرسم لوج فلو. نفس هاي الرسمه عين نفس هاي الرسمه شوف راح اسوي لها كوبي واجي انزلها هنا جوا. خوش هسه نزلتها جوا.